احسن من التفكير اللي فكرناه احنا. انتم كلاعبين بينكم بين انفسكم، انا كلاعب العب في فرصتين، ليش ما اضمن وافوز واضمن واخذ المباراه؟ ليش العب على اتعادل واضمن ان الفريق الثاني يتفق معاي؟ احنا كلاعبين احنا المفروض نلعب على الفوز، لكن هذا اللي طلب من عندنا، يعني لا تلعبون على الفوز، هذا اللي انطلب من عندنا، لا تلعبون على الفوز، اللعبه منتهيه، المباراه منتهيه بالتعادل، هذا اللي انطلب من عندنا احنا، المباراه منتهيه بالتعادل، فلا تلعبون من اجل الفوز. يعني اليوم محاضره المدرب هو اللي حكاها، يعني يتحمل الان الخساره المدرب ولا احد غيره؟ طبعا المدرب، المدرب هو يتحمل الخساره، المدرب هو خلى اللاعب، حتى ولو كان اكو اتفاق، نفرض ولو كان اكو اتفاق بينك وبين السعوديه، ما تجي تقول للاعبين احنا نلعب من اجل التعادل، تخلي اللاعبين يلعبون من اجل الفوز. هو هذا اللي حصل بالفريق السعودي، يعني احنا الفريق السعودي يعني تفاجئوا بينا، يعني يقولون ليش احنا قلنا لهم نريد نلعب من اجل التعادل، يعني متفاجئين اللاعبين بالملعب، متفاجئين ما عندهم هاي المعلومات اللي عندنا احنا لعبوا من اجل التعادل، لعبوا من اجل التعادل، هذا اللي حصل. حبيبي الله يعافيك.